في إطار الاتفاقية الإفريقية للتجارة الحرة، شهد معرض الجزائر الدولي إنزال وزاري كبير وبحضور ممثلين عن دول إفريقية عدة. وتسعى الجزائر من خلال هذا المعرض الذي شارك فيه أزيد من 800 عارض إلى دخول السوق الإفريقية من بابها الواسع، خاصة أن التجارة البينية في أفريقيا لا تتجاوز 15%. خلاصة الندوة هي أولا كانت عندنا كل الدراسات لمدة النتائج الأولية تحب أن كل الدول من بينها الجزائر ستستفيد من هذه المنطقة الحرة القارية، لأن المنطقة الحرة القارية الآن التجارة البينية لا تتعدى 15%، والهدف من هذه الاتفاقية هو صعود بالاندماج إلى حوالي 60%، أي واحد 35 مليار دولار زيادة. الجنوب الجزائري الذي يعيش عزلة كبيرة منذ سنوات عديدة سيكون من أكبر المستفيدين من مشروع التجارة الحرة، وذلك من خلال خلق مناطق اقتصادية مفتوحة على كل المجالات. كذلك من بين القرارات اللي خدتها الحكومة وهي في مشروع المالية ل 2020 هو خلق مناطق اقتصادية في كل جنوب الجزائري، خاصة في الحدود الجزائرية في تمراسة إليزي وتندوف. هذه المناطق هي تكون مناطق صناعية اندماجية، دونك لي زون اندستريال انتيغري، تكون فيها مناطق زون تيك، المناطق التكنولوجية العالية بور لي ستارت اب، كذلك تكون فيها مناطق لكل الخدمات ولا لوجيستيك. على خطى قارات العالم الأخرى، تسعى قارة أفريقيا للرفع من تجارتها البينية من 15% إلى 60%، وبزيادة تقدر ب 35 مليار دولار، من شأنها أن تغير وجه القارة السمراء لتجعل منه منافسا قويا في السوق الدولية.